اللي بتعملوه ده مش كويس علشانكم. كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك. انت المسؤول. وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم ييجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. انا عايز لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك اكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الاول تعرف احنا جايبينك هنا ليه. انا ما عملتش حاجه يا حضر الضابط. اذا كنت فاكر ان اللي عملته في اسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. اسيوط ايه علاقتك بتنظيم القاعده؟ القاعده ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، انا راجل مؤمن بالمناقشه بالحوار، واسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوه. انما لو حسيت ان اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق واساليب تخليك تعترف بكل حاجه. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، ايه اللي حصل؟ انا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. إيه؟ أيوه. مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. أيوة باشا، أيوة مختار باشا، أنا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. أنا اللي بعتته المنيا، أنا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شوية. أيوة أيوة أيوة، إزيك يا أخ بولس؟ هل مصر أصبحت منطقة إرهاب دولية بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ أنا عايزك تطمن خالص، وأديك شايف رجالتنا، قايمين بالواجب ولا لأ؟ هو في الحقيقة قايمين بالواجب قوي، بس زيادة عن اللزوم. أنا بكلم سيادتك من المديرية، بعمل إيه في المديرية؟ أصلهم عرفوا اللي أنا بشتغل مع القاعدة. تنظيم القاعدة؟ فعلاً يا فندم، تفجير القنابل في الأماكن الحيوية دي ده أسلوب القاعدة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ أنا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. أي يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، إنما أكيد ده شخص مختل عقلياً. مختل عقلياً؟ أيوة أيوة أنا معاك يا فندم، اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامة. يا شيخ حسن، إحنا متأسفين. الظاهر إن في تشابه أسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا. تقدر تروح. يا حكومة قوم قوم، كل الظلم نهاية اليوم. 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 يا اخوانا يا اخوانا، من النهاردة الشيخ عسل العطار هو إمام جامع البلد. إمام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم نهايته اليوم.
البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بأمام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الأول للآخر. أنا ما قلتش حاجة، بس جانيت أصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كأنك ابنها بالظبط. لا أنا عارف هو بيرمي على إيه. مالها جانيت؟ وحشة جانيت يا متلدة. إحنا في إيه ولا في إيه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا إيه؟ يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت ويليام شحاتة. صحيح، جانيت بنت ويليام شحاتة. أمورة خالص. نعم، ده المني أرحم. طب تعالى تعالى ما تخافش، يلا يا ساتر. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلا أهلا أهلا، شرفتم ونورتم. أهلا 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 وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريزا. اهلا يا ست زينات. ازيك يا عماد؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يعني؟ دول سكان بودات في العماره، وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهية، واوعى حد من العمارة